مشاريع ضخمة تحقق الهدف المنشود في توفير السكن المناسب للمواطنين في السنوات القليلة المقبلة. مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية لا يزال في طور التخطيط والتصميم، يمتد على مساحة 60 كيلو متر مربع، وتبلغ مساحة القسيمة 400 متر مربع، والعدد المقدر للوحدات السكنية للمشروع 25 ألف وحدة سكنية. ولأول مرة على مستوى المشاريع السكنية سيطبق فيه العديد من الأفكار والطابع الحضاري المتطور ممزوج بروح التراث الكويتي الأصيل، كتميز المواقع الإسكانية وكذلك المساحات الخضراء وكذلك الطابع العمراني اللي راح يعطي تميز لهذا المشروع، بحيث أن جميع الوحدات السكنية يكون لها تميز في المواقع وكذلك المساحات الخضراء وممرات المشاة، مع مراعاة أن تكون جميع هذه الأمور صديقة للبيئة وتعطي الانعكاس الإيجابي على المدينة بشكل عام. في الآونة الأخيرة فتحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باب تقديم طلبات التخصيص لمدينة جنوب صباح الأحمد، وسيتم توزيعها على مراحل. احنا حاليا في السنة المالية 2018-2019 نقوم بتوزيع 12,000 وحدة سكنية، 12,000 قسيمة، سيتم بإذن الله تعالى توزيعها على مراحل حسب ما هو متبع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تواريخ الإعلان وتواريخ استلام البطاقات ودخول القرعة. بعدها إن شاء الله في السنة المالية القادمة رح يتم طرح العقود الخاصة في المشروع. جاري العمل على تطوير الطرق الرئيسية واستحداث الطرق الفرعية للمشروع، والتنسيق أيضا مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.